بسم الله المعين نبدا فيه الاسطار يا دليل منهج القوام ربي قدر صروف لوقات والعمار لا يسهى ولا ينام نعم القيوم خلق الجنة والنار نهار البعث والقيام نعم القيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام نعم القيوم خلق كوان الكونين ومسيرها على وفد مرادو الكون الأول انشاء على وصفين في العلو والحضيض ملكو بلادو فوقين الملائكة جمع التخالين سفلي كون أول جمهور عبادو مكونت دايما مغير مسير مزيد المدور نعم الصادق الموهب سلام الجنة الخلود والنار الكافرين تلهب بلضها ما لها من أمن بالإله والرسل الخيار سعد الرحمن يستقام كمال سعادة الهدى نعم المختار الماحي صاحب المقام نعم القيوم الجنة والنار نهار البعد والقيام نعم القيوم الجنة والنار محمد رحمة الأنام إمام الأنبياء وخاتم كل الرسل نبينا مصطفى محمد بوديهاي من يعلم كل عين من قول ومعقول كغرفة متلا من بحر الموج من نور جللته ضوى بدر المكمول وضوى شمس الضحى كذا كنجوم الداج صلى الله عليه دايما بصلاة ما لها حدود وعلى أصحابه أهل الكرايم انصار ساداتنا الأسود ما فاح الطيب بالنسايم الرويح وزهار والورود في مريح القرشي شهد روحي من الزهار عيش في مهجتي غرام بيد خمرت واشتهيت نجيب اخبار من حد ما قصد النظام نعم القيوم خلق الجنة والنار نهار البعد والقيام نعم القيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام استمعوا يا أهل العقل لما نحكي يفهم قولي غير من له عقل رجيح حديث عجيب مروي على النبي المكي حدث بيه الفضيل من عباس صحيح قال حدثنا الرسول وعيونه تبكي
كذاك دموعنا على الوجنة تصيح عن يوم البعثة وامتحانه وعلى ما تخر زمان. وما يلي ورزمانه قلي دهجة الفتان منها شروط يستبانوا للنسيرة وهم عيان. قال إذا جازوا الحدود وتغاوى التجار في غبت السحت والحرام ويعود الرأي للطغاة مع الفجار وصحاب الدين كاللي تمام. يضحى الفجر عزيز والمؤمن دليل والأموال على الضعفاء يكبروا وينشع الفحش والحياة يعدم قليل. لا يبان الكبير يعدم توقنوا والناس دياب في تياب بلا تفضيل ويقل العهد والوفا ما يجبروا تكثر جرف السلاطين ويديك الوقت للهراب. القائم يغصب المواطين والغرفة بالخراب مثل الفلجان والمعاطين يسكنوا في منازل الغراب. تبقى المدة لصاحب الساعة ينصار يعدل الدين يستقام تمد وجه المرور المهدي يظهر يطلع في الأرض بالنقام يهبط ليه مسيح عيسى بن مريم يفني ويتم على الدين الفرقان. ينهض يا جوج وما جوج بعد عيسى يتقنم ويهد السد كل جراد على الوطن وتخرج الدابة على الأرض توشم فرز بين السعيد والشاقي تبان. تخرج من الأرض بالتهامة من همام يدفع الغروب وتغش الناس باقتحامة خبر بالخير والكروب والشمس تكون في مقامة حتى تطلع من الغروب. هديك الساعة ما تفيد توبة للمزار تنغلق أبوابها قوام. نسأل الله بالعفو هو ستار يرفق بينا من الهيام نعمل اليوم حرق الجنة والنار نهار البعث والقيام. اليوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام. إذا جازت علامات الصغرى وتعدت على سبايع كل حدود ما يبقى من بعدها غير الكبرى طلع بيها الزمان والوقت الموعود. وإذا راض ربنا مول القدرة يفني الدنيا من أهلها نعم المعبود يأمر بجلالته إسرافيل ينفخ بالصورة بالسعيفة تسقط من نفخة الحواميل وكثير الناس تلتحيق ويعود نفخة الزلازيل من هالأطباق تنقبيل. يأمر عزرائيل بالعزم يقبض الأعمار سكان الأرض والعوام كما طوف النوح لم يبقى ديار خصوص الخلق بالتمام. وينادي علم الأشياج العلاك سكان الأرض ما بقات لهم نسمع.
ويقول له زيد زيد دواير الفلاك حتى تختم على ملايك كل سماع. سعد الصافيين وأنا من الملاك طوائف من الرهدين يوم قسماء ملايكات الحجوب يعزم يفنهم كل بالممات. ويقول يا من يرى ويا علم حضرت ملائكتك ريه حجاب الحجوب الأعظم وهل الكرسي من الحياة أمالك عرشك يا عالم السلام وقراب الأربع الكرام. ويقول له وخر البرام البرار وفني الجمهور بالتمام في الحين يتمهم. ويقول بالتهليل ليش يبقى ودود من عمره طويل إلا جبرائيل المفضل وإسرافيل وميكائيل وضعيف عبدك عزرائيل. يأمر عنهم من الثلاثة بتعجيل ثم من بعدهم يفنى عزرائيل يفنى الكل لم قلى يموتوا كما قضى العديل. ما يبقى إلا الله تعالى ملك الدايم القديم قدوس العز والجلال رحمن برحمته رحيم ويتجلى على السماوات الجبار على الأراضي بالكلام. ويقول أين الملوك يا دنيا تقدر أين أهل الظلم والظلام يا دنيا أين السلاطين وزراء أين الخياد والعفارت والطغيان أين اللي يشيدهم نازل الفقراء أين اللي يعبدوا الحوادث والصلبان اللي من الملك اليوم تمام تفترى من قبلي كل كائن بالأكوان. يا دنيا وين المدين هل الغرفات والقصور أين الخير والضعاين هل الحجبات والسطور من قبل الذي يكون كائن واليوم يا دنيا تنظر ما فيه من يجاوب العالم بخبار أهوي يجاوبهم على السلام. ويقول الملك حق لله القهار وحياة العز بالدوام نعم القيوم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام. ويبقى الحال كيف ما راد الوهاب يأمر السماء يصب مطر على مرمس بما في سيفة الماء يا وصباب يحيا بها الوعد ساد بغير نفس بعد يحيي ملايك الحضر الأقرار من جاب الأربعة يقول من عباس يرسلهم رب كل محتاج إلى رضوان يحتفل يعطيهم البراق والتاج على من حمد والحلال. هلن يا يزيد وهاج فيما ياتي وما قبل في
في ساعة يوقفوا على الجنة الخيار. آه يعطيهم صاحب المقام تياب التاج للهدى نعم المختار من حضر جنة السلام. ولتم يسيروا الملائكة بالتهليل صلاة المصطفى محمد بوديهاج ويقول من بينهم ناديه يا جبريل لأنك صاحبه ونيسه في المعراج ويقول له قوم يا محمد بالتفضيل بإذن الله قم بجمالك الوهاج من قبر باهي المنارة يخرج كالشمس من سحاب ويسلم يا أهل الإشارة بعد يقول في الخطاب هلل يا جبريل من بشارة من ربي سمع الجواب أهنية بالقبول يا قرة الأبصار الرب قرا لك السلام بقدومك حق تندج جناب تمام والحور تزين الخيام نعم القيوم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام. ويقول له ليس ليس عن هذا سألتك بشرني عن أمتي خير خبرك ويقول له كرسلتني عن طيرتك أو جمهور أمتك يحميهم شانك عندما يدمن بالرسالة خذ بعتك أعطاك الحوض والشفاعة لضمانك الجنة البرية حرها الملك الربيع حتى تدخل لها هنية أصحاب أمتك جميلة أهل الزلات والخطية الله وانت ليهم شفيع تم فرح بيحمد طالب الجهار أرضيت بمرضى سلام لله الحمد ربنا واجب يشكر أعلى فضله على الدوام نعم القيوم خالق الجنة والنار نهار البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام. سرجولو البراق والكسوة والتاج ميكائيل بالعلام ساير قدامه آه ملايكة ربنا معاه فواج فواج حتى للعرش تم يسجد بسلامه وينادي يا عزيز يا خالق الزواج سبحانك يا من تعالى بدوامه ويقول له مرحبا بتسنين في قطب ضغير فنام يأمر ربي على إسرافيل فخدم بلعت فيه الروام للبرزخ بغير تمهيل طالع كنحل خارج من الجباح وتقوم الخلق كالجراد على الشجار للمحشر عاملة زحام في ذاك اليوم قال مولانا مقدار 50,000 سنة عوام
يتعظم لك النهار بالهولو المحال والبحر يعود نار بالمواج وطامين. الناس تقوم كالضفادع في الغدران من طوفان العبيق والصهد الحامي. الرؤوس تفور كل قدور من الغليان من الذنوب الاقدار تسامي. يتعظم موقف القيام تصفر الغامع الجحيم. يوم لك سوى ولا طعام لا مالي فيد ولا حريم. يوم لا ينفع الندام في ذاك النهار العظيم. إلا الله المغيث رحيم وغفار وعد بالعيم والكرام وعد بالجحيم للقوم الكفار وعد بالهول والنقام. تصفر ذاك النهار بالغيث جهنم وتمد عناقها سواح السبع ليل. زدنية تجارها جند محزم من طامع كل طمطمة غضبان عبور. بلسان فصيحة للخلايق تتكلم توكل بي حره لها تزهق النفوس وتقول أنا لكل فجر بلوم من قبضتي فلاك. تلقط بالغيث كل كفر كلقط الطير للفتاك. وقلوب الخلق كل حناجر للغاب الهول والغوان. إذا قال الوقوف بالهول والكدام ويقولوا جملة الأمام إياه وتعاودوا النهور مقدام. آدم يشفع لنا قوام نعم القيوم خالق الجنة والنار. نهار البعد والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار. في يوم البعد والقيام في يوم البعد والقيام محمد رحمة الأنام. بين منا ظل انبياء والناس جنود بعد كراسي الأولياء في شام رفيع. أول ما يقصدوها للحال المكود آدم والأنبياء وجد الناس جميع. ويقول ليهم لي سني أنا المقصود روحوا لولدي نوح لا يكون شفيع. نمشي ولصاحب السفينة ويقولوا لي هي فضيع. اقبل بشفاعتك علينا ويقول أنا للمسبيل. لكن نمشي في الماكينة لمقام إبراهيم الخليل ويقول له في الوصول خليل الجبار. يا جد الأنبياء الكرام اشفع في من دخل حماكم يا الخيار. ويقول أنا لنرام عليكم يا الحشر بكلم الله. موسى نمشي وليه يصرفنا بالمقال.
عليكم بالمسيح عيسى روح الله ابن الحر البتول ويقول على حال عليكم بنبينا شافي رسول الله المكي تاج الانبياء خاتم الرسال يا محمد صاحب الشفاعة وعدك الله جينا ليك يا صاحب الرفاعة جينا من الهول والضباع نمشي والمصطفى في ساعة لمقام العز والحضارة نمشي وللهاشم يحمد شارق النوار ونقولوا له جملة الأمان جينا ليك نطلبوا شفاعة يا مختار يا زين التاج والعلام ويقول أنا لها في اليوم الموعود دخلت جواب دعوتي عند العالي من المنابر يقوم المقام المعبود من المنابر الانبياء شمس هلالي ويسجد في الثرى وينادي يا موجود سألتك بشفاعة الوراد جبر حالي ويقول له دايم صرب ارفع راسك من السجود اشفع تشفع يا محمد سألت عطاج الودود ويقول للهاشمي الممجد اجعل في قلبك يا ودود اهل الجنة يدخلوها واهل النار يمشي وليها بلا مرار أنا الشافعي أمتي وانت الغفار يا علي الجاه والمقام ويقول له الرب قم في جنة رضوان أهنية بجميع مواعد يوم يكون أنت الشافعي حق وأنا الرحمن بعد الحساب سيل جمع المضمون في ساعة ينصب صيرة ميزان يتعاطى والصحف بسر المكنون واحد على لي من كتابه لاخر من جهة الشمال لاخر ياتي ورا جنابه بيهم في نهاية الفعال بعد ان يقرأ يستجابوا عند الميزان باعتدار تتقابل بالكفوف حسنات ولوصات يبان الحق يستقام من ثقل الوزن بيه ينجى من الوعار والغير يصير في الغتام بعد الميزان إلى الصراط الناس تجوز زبني يشتاد لا قلب عاطف وحد مثل الجواد والورشان يجوز شي مثل السهام وبرق الخاطف وشي يمشي وشي على الربعة مطبوس شي على بطنه وشي على وجهه عكر منصوب عليه وجهنم مثل تلاف على النون رق من العسل المسلها تحتها الهاشمي رسول يقول يا من يراوي عدام تربط القدام لا تزول ويجوز خاصته أصحابه المنصب وهل الإيمان بتمام
على سبعة من القناطر في الوعار ينجو بشفاعة الهمام بعد يسقي أمته من حوض الكوتر. على عدد نجوم من جواهر كيسان برد من التلج ماه وحلى من السكر ويفوح كامل عبير من فوقودي عتمن وعلي وابو بكر مع عمر يسقي والناس بين الربعة والأركان بعدين يسقي وكل ضمآن يمشي والأخبار الجميل هاني سالي بهيج فرحان جنان خلق الرفيق وعلى بابو يسيب رضوان ويقول له جوز يا شفيق ادخل يا المصطفى بأهلك نعم الدار ونعايمها على الدوام لباس من الحرير وحورات كبار وفراش ونواع من الطعام يدخل مشروح والملايك قدامه فقصور الخلد والسراير مرفوعات كل سرير هيج باهي ترقامه وزرابي من الحرير من فوق مرفوعات وثمار من كل طعم دايم بدوامه كل مطبوع ثمارها ولا من نوعات صور مشيدين دماء ورفض عليها نازع الذهب تسطع شمس السماء إذا ضوانا ونباد الزعفران الأرفاع في الأرض ترابها نباع أوراق الشجر هاصبر جد ومرجع أوراق الشجر هاصبر جد وعقيان سندوش والعبير من فوق وديبات ياقوت حجر هاج وهر ومرجان والعنبر مع المسكين نفات والجنة منطق نوصفها بلسان فوق ما تشتهي نفوس وما تحتاج نرجع لحديثنا المنظم في سياق تمام القصيد قد ما يدخل في جهنم شرار القوم الوعيد ويقول يا من يراوي عنام جبريل من جينهم موكيل يوجدهم كيف راد مولانا في غيار في الحطام كما الحطام ما توقد بدلهم بالهيب النار يحكي ويسلوك لا تدام يعمل قيوم خالق الجنة والنار النهار البعث والقيام نعم القيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام بالهيبة نارهم تهرب من جبريل يسيروا يدهم تخمد لهم ويقول تكون راهب هاك جميل ارحمنا بيك ربنا من دتعدل ¶¶
نقول لهم انا صاحب بيكم وخليل، جيت نبح لكم رجل الله قريب. ويقول له صاحب المختار قلنا بينا به الوجود، كيف تتركنا مع النصارى والمجوسين واليهود؟ زادوا لعذابنا بصارى للشوم كتير منكود، رانا في كل ساعة معهم في غيار الهونو كطر الخصام، كثير من النفاق وخباية الشرار وعذاب وجنة المقانة. في الحين يعود الأمين إلى الملك على أهل المحان يقول الله تعالى، حالة ناس الجحيم اللي سهية تخفيك راهو من العذاب في شر الحالة. طائفة الإسلام ضجات تضر عليك ويقول الرب لا تمهل في المسالة، يا عجل جبريل برسالة لمقام الطاهر الوسيم، ويعود لود المسالة ما قالوا القوم في الجحيم. شامخ الجلالة لله الأحد العظيم، تسمع للنداء ارفع راسك تنصار فيما يرضيك على الدوام، ويقول له طائفة أمتك اللي في النار خرجهم قاع يا سلام، يعمل قيوم خلق الجنة والنار النهار بعد والقيام، يعمل قيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام، خرجهم بأمر الإله المتعظم الغفران السميع ليهم في مكان. هذا حدي ما بلغت في هذا العلم، رجست المرهمان في سلوك الدمان، في مديح الهاشمي حمد زين المبسم يجعلنا في حماه نهنا في الأمان، يا مولاي بجاه طه هدي الهاشم الرفيق، تغفر للناس في خطانا واجعل في ذيقها وزين، يجهز الكعب من قرانا ارحم الاسلام بالجميع، احنا والوالدين والاهل والحضار وصحاب الدين وصيام، ارحم عبد العزيز ناظم ذا الاشعار المغراوي رايس الكلام، ونثني بالصلاه ما لقحت الاشجار وما فتح الورد في الكمام، نعم القيوم خلق الجنه والنار محمد رحمه الانام.